شهدت الأيام القليلة الماضية إصابة عدد من النجوم ببعض الإصابات الجسدية التي أثرت على حركة أيديهم أو أقدامهم، وحرص كل منهم على استعراض إصابته على مواقع التواصل الاجتماعي والسخرية منها أيضا. كان في مقدمة هؤلاء الفنانة ناهد السباعي التي نشرت عبر خاصية الستوري عبر حسابها على انستغرام صورة لها وهي داخل سيارتها بملابس المنزل وتضع الجبس على ذراعها بعدما تعرضت للكسر، كما أنها سخرت من نفسها بعد هذه الواقعة. الفنان أمير شاهين نشر أيضا عبر حسابه على انستغرام صورة جديدة تجمعه بصديقته الفنانة منى شلبي، واستعرض الثنائية الإصابات التي تعرض لها مؤخرا، وظهر أمير بيده المصابة منذ فترة والذي كان قد شفي من الكسر الذي تعرض له، وهو ما اتضح في أحد الظهور له في مهرجان القاهرة، إلا أنه عاد ووضع يده في الجبس مرة أخرى، بينما الفنانة منى شلبي فظهرت وهي تضع رقبة طبية. وعلق أمير شاهين على الصورة التي شاركها مع الجمهور وقال: المصابون في الأرض. وتلقى الثنائي الأمنيات بالشفاء العاجل، خاصة وأن الثنائي كان قد ظهر مؤخرا في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائية ولم تظهر عليهما أي إصابة وقتها. الفنان السوري قصي خولي كشف أيضا عن إصابته بكسر في قدمه خلال الأيام الماضية، وذلك على هامش تصوير أحد البرامج المعروضة على شبكة NBC. وأكد قصي أنه لم يخبر والدته بتفاصيل إصابته بكسر في القدم، ووجه لها رسالة عبر برنامج NBC تريندينج وقال: أمي، أنا مصاب بكسر في قدمي، الحمد لله أسير على عكاز وأقوم بالتصوير والأمور تمام، لكن هناك بعض الأشياء الضرورية، لذلك أستخدم العكاز. الفنانة مي كساب أقلقت الجمهور على حالتها الصحية بعدما نشر زوجها مغني المهرجانات أوكا صورة لها من داخل المستشفى، وكشف عن إصابتها بوعكة صحية دون أن يكشف تفاصيل حالتها، وعلق على الصورة وقال: ألف سلام عليك يا أم العيال، هي كل حاجة في حياتي. وبعدها كشفت مي عن تفاصيل حالتها الصحية بعد دخولها المستشفى، وطمأنت الجمهور وقالت: شكرا من كل قلبي على سؤالكم عني، امبارح قضيت يوم مش حلو في المستشفى من معدتي، بس ألف حمد وشكر لله بقيت أحسن، ربنا يحفظكم ويحفظنا جميعا. وأوضحت أن شعورها بآلام شديدة في معدتها هو ما جعلها تنتقل للمستشفى سريعا. شكرا لكم على حسن المتابعة، ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناة، وإلى اللقاء مع فيديو آخر وخبر جديد، والسلام عليكم.